وأعظم العلوم علم توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله جل جلاله وتقدست أسماءه، بأن يعرف الإنسان ما هو حق الله عليه، ما هو حق الله عليه. فتوحيد الله تبارك وتعالى من أعظم العلوم، يجب على الإنسان أن يعرفه حتى لا يشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا. فالله جل جلاله وتقدست أسماءه يوم القيامة يعفو عن أي ذنب، إذا أراد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماءه، إلا الشرك بالله فإن الله لا يغفر، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك يحرص الإنسان بأن يتعلم ما هو علم التوحيد، فيعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، فلا يشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا غير ذلك. فإنما فالتوحيد هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قلت لي أخي الحبيب ما هو الدليل، أقول لك في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى فيها بأن العمل لا يقبل يوم القيامة إلا بأمرين وبشرطين: الشرط الأول توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك، والشرط الثاني والأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته والعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف كان يعمل، فأنا أتبعه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أول شيء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي واحد يوحد الله سبحانه جل جلاله وتقدس أسماءه. فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبعا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.